السلام عليكم، معكم حذيفة من قناة إيفوي. كشخص محب لألعاب القتال والذي قضى وقتا طويلا في لعبها، أستطيع أن أؤكد لكم أنها اليوم في أسوأ شكل ممكن. لن أطيل عليكم، هيا بنا. كما قلت قبل الشارح، فأنا محب لألعاب القتال، ومنذ عرفت ألعاب الفيديو وأنا ألعبها، وإلى الآن هي أكثر نوع ألعبه. ولشدة تعلقي بألعاب القتال تجدني أتابع بطولاتها المختلفة مثل الإيفو أو إيفو جابان أو أي مقطع لأي بطولة على اليوتيوب. لكن السبب الذي جعلني أقوم بعمل هذا المقطع هو المستوى السيء الذي وصلت إليه ألعاب القتال، وسأحاول أن أشرح بإيجاز. في الماضي كنا ندفع 60 دولارا ونحصل على لعبة متكاملة، نحصل على كل الشخصيات، كل الحلبات، كل الموسيقى وانتهينا. أما اليوم تغيرت المعادلة تماما. اليوم هذه 60 دولار ليست سوى البداية فقط. دعوني أضرب مثالا. إحدى الألعاب الرائعة والتي لا أزال ألعبها إلى الآن هي لعبة مارفل فيرسس كابكوم 3. اللعبة من أروع ما يكون من كل النواحي. اللعبة الأصلية صدرت ب 36 شخصية أساسية وشخصيتين DLC، وبعدها بفترة صدرت ألتيميت مارفل فيرسس كابكوم 3 والتي جاءت ب 48 شخصية أساسية وشخصيتين DLC. لهذا لو لم تقم بشراء DLC فلن تفقد شيئا مهما وستستمتع بالتجربة. هذا كان في عام 2011. دعونا الآن ننتقل إلى عام 2017 مع مارفل فيرسس كابكوم إنفينيت، أسوأ إصدار في السلسلة من وجهة نظري على الأقل. المهم، اللعبة صدرت ب30 شخصية أساسية فقط، يعني أقل من عدد الشخصيات في مارفل فيرسس كابكوم 3 العادية، وقامت اللعبة بعمل 6 شخصيات كشخصيات DLC، رقم نوعا ما كبير، لكنه أصبح لا شيء هذه الأيام. أنا شخص أحب ألعاب استوديو أرك سيستم، أحب جلتي جير، بليز بلو، دراغون بول فايتر زي. دعونا نركز الآن على بليز بلو. شخصيا أنا أحب بليز بلو ولعبتها لفترة طويلة جدا. اللعبة رائعة، ربما ليست كروعة جلتي جير لكنها رائعة. المهم، بعد فترة من لعبي لبليز بلو أعلنت أرك سيستم عن بليز بلو كروس تاج باتل، وأنا تحمست لهذه اللعبة بشدة. لقد قامت أرك سيستم بإضافة شخصيات من بيرسونا، من روبي، من أندر نايت، ليجعلوا من بليز بلو لعبة أسطورية. لنعرف أن عدد الشخصيات في اللعبة سيكون 40 شخصية، لكن أريدكم أن تخمنوا من بين هذه الشخصيات كم كان عدد شخصيات DLC؟ ليس 5 أو 10 أو 15، بل 20 شخصية. تخيلوا، نصف الشخصيات في اللعبة كان عبارة عن DLCs. منتهى الجشع. لكن هذه ليست سوى مشكلة واحدة فقط من مشاكل كثيرة. يعني مثلا أكثر لعبة قتال ثلاثية الأبعاد أحبها هي لعبة Dead or Alive. طبعا اللعبة معروفة بأشياء أخرى بجانب أسلوب القتال. المهم، أنا قضيت عشرات إذا لم تكن مئات الساعات بلا مبالغة في لعبي Dead or Alive 5. طبعا Dead or Alive 5 صدر لها 3 عناوين. Dead or Alive 5 صدرت في عام 2012، Dead or Alive 5 Ultimate صدرت في عام 2013، و Dead or Alive 5 Last Round صدرت في عام 2015. طبعا ما شاء الله اللعبة وحش DLCs، وأغلب DLCs الذي صدرت للعبة عبارة عن ملابس فقط. وإذا أردت شراء جميع الإضافات للعبة فسيكلفك هذا أكثر من 1200 دولار. والآن صدرت Dead or Alive 6 وقد تم الإعلان عن أول سيزن باس لها، والذي لم يحتوي إلا على شخصيتين وأكثر من 60 زيا لبقية الشخصيات. لكن الشيء الذي أذهلني هو سعر سيزن باس المرتفع والذي بلغ أكثر من 93 دولارا. تخيلوا أن سعر سيزن باس أغلى من اللعبة نفسها. أيضا واحدة من الأشياء التي تزعجني كثيرا هو ما يحدث عند وقت الإطلاق. كيف أشرح هذا؟ في الماضي لم تكن اللعبة تصدر إلا على أكمل وجه، واللعبة تكون ذات جودة عالية. دعوني أستخدم لعبة Street Fighter 5 كمثال. اللعبة حينما صدرت لم تكن تحتوي إلا على 12 شخصية فقط، ونظام اللعب لم يكن موزونا بالشكل المطلوب. اللعبة صدر لها إلى الآن 4 أو 5 باتشات بالانس لموازنة أسلوب اللعب. وبما أننا في سيرة Street Fighter 5، قبل فترة وضعت كابكوم كمية هائلة من الإعلانات داخل اللعبة جعلها مزعجة بشكل غير عادي. وواحدة من الأشياء التي سيتفق معظمكم معي، وعندما تقوم اللعبة
بتغيير أسلوب لعبها. ومثال جيد على هذا هي لعبة The King of Fighters. أعتقد أن الذي لعب أكثر من جزء من The King of Fighters سيتفق معي أن الجزء الرابع عشر هو الأسوأ بتاريخ السلسلة، وذلك عندما قاموا بتغيير أسلوب اللعب عن الجزء الثالث عشر. ولا داعي للتكلم عن الرسم الفني السيء. على العموم، هذا موضوع طويل ويمكن أن نقضي فيه ساعات طويلة. نلتقي في التعليقات، اكتبوا لي ما هي لعبة القتال المفضلة لديكم، وهل تتفقون معي حول ما قلت؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأن تشاهد المقاطع التي تظهر على الشاشة الآن. كان معكم حذيفة، السلام عليكم.